وعندما قرب من بيت ثج وبيت عنية عند جبل الزيتون، أرسل اثنين من أتباعه وقال لهم: روحوا لمان القرية ذيك، ولما تدخلونها بتحصلون حمار معصوب هناك ما حد ركبه أبدا، فكوا العصب منه وهاتوا لمان هنا، ولو حد قال لكم ليه تفكونه قولوا له مولانا يحتاج له. فراحوا وحصلوا الحمار كما قال مولانا عيسى. وعندما كانوا يفكون الحمار قالوا لهم أصحاب الحمار: ليه تفكون الحمار حقنا؟ فقالوا: مولانا يحتاج له. فخلوهم يشلونه. فجابوا الحمار لمان عند مولانا عيسى عليه السلام، وخلصوا ثيابهم وطرحوها فوق الحمار ليركب مولانا عيسى عليه السلام. وفرشوا الناس ثيابهم في الأرض على طريقه احتراما له كملك. ولما قرب من طريق النزول من جبل الزيتون، بدأوا أتباعه كلهم يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى بصوت رافع، وهم فرحانين على كل المعجزات اللي شافوا مولانا عيسى يعملها بيده، وقالوا: هنيئا لمختار الله الملك اللي يجيب باسم رب العالمين، السلام في السماء وجلال الله في العلا. لكن بعض الفقهاء قالوا من بين الناس: يا معلم، عالق أتباعك وسكتهم. فقال: أنا بقول لكم يا فقهاء، لو كان ديل سكتوا فالحصى ما بيسكت. وعندما قرب مولانا عيسى عليه السلام أكثر، شاف مدينة القدس فبكى عليها بكاء وقال: يا قدس يا قدس، يا ريتك عرفتي ولو في اليوم ذا من يجيب لك السلام، ولكنه ذا الحين مخبى على عيونك، فتجي أيام عليك بيحيطون بك ويحاصرونك أعداءك ويضيقون عليك من كل مكان ويسحقونك أنت وأهلك، ولا يخلون فيك حصى على حصى، ويحصل كل ذا لأنك رفضت ما أراده الله لإنقاذك.
وعندما وصل مولانا عيسى عليه السلام مدينة القدس دخل مباشرة بيت الله وبدأ يطرد بياعين حيوانات الذبائح. قال لهم: مكتوب في كتاب الله القدير بيتي لازم يكون بيت صلاة، ولكنكم عملتوه غار للسرق. كل يوم يعلم الناس في بيت الله، وكانوا رؤساء الدين المتشفعين والفقهاء وشيوخ الناس زعلانين منه لأنه طرد البياعين وعلم الناس في بيت الله، فكانوا بغوب يقتلونه، ولكنهم ما حصلوا أي فرصة لأن كل الناس يسمعون كلامه ومتعلقين به. جاء إليه رؤساء الدين المتشفعين والفقهاء وشيوخ الناس وقالوا له: قل لنا بأمن سلطة طردت البياعين وتعلم الناس في بيت الله، ومن عطاك هذا الحق علشان تعمل هكذا؟ فقال لهم: قولوا لي أولا، من عطى النبي يحيى السلطة بالتغطس في الماء للتطهر؟ السلطة دي من الله ولا من الناس؟ فتشاوروا بينهم البين وقالوا: لو قلنا سلطة التغطس دي من الله بيقول ليه ما آمنت بالنبي يحيى؟ أيضا لو قلنا دي السلطة من عند الناس فكل الناس بيحدفون نحن لأنهم متأكدين أن يحيى نبي. فقالوا: نحن ما نعرف من عطى يحيى دي السلطة. فقال مولانا عيسى عليه السلام: وأنا أيضا ما بقول لكم بأمن سلطة نعمل هكذا. وبعدين التفت مولانا عيسى عليه السلام للناس وقال لهم: يا ناس اسمعوا ذا المثل، زرع رجل عنب في مزرعته وأجرها الفلاحين، وبعدين سافر إلى بلاد ثانية لمدة طويلة، وفي موسم الحصاد أرسل واحد من خدمه إلى الفلاحين ليعطوه نصيبه من ثمر الحصاد، لكن الفلاحين هدوه ورجعوه فاضي، فأرسل خادم ثاني ولكن أيضا هدوه وسبوه ورجعوه فاضي، وأيضا أرسل خادم ثالث ولكنهم هدوه لما انبخروا الدم وزقلوه برا. فقال صاحب المزرعة: أنا ذا الحين برسل ابني الحبيب لعلهم يهابونه. لكن عندما شافوا الفلاحين ابنه تشاوروا بينهم البين وقالوا: هذا هو الوريث الوحيد، قوموا خلوا نحن نقتله وبيكون الورث حقنا. فقاموا وسحبوا لمام برع المزرعة وقتلوه. بيعمل صاحب المزرعة بالفلاحين ديلا؟ أكيد هو بيجي وبيقتل ديلا الفلاحين وبيعطي المزرعة لناس تانين. فقالوا: ماشي شر. فتشوف لهم مولانا عيسى وقال: طيب إذا كان كما تقولون، معنى دي الآية في كتاب الله اللي تقول الحجر اللي رفضوه عمال البناء الله عمله تاج البناء، كل من يرفض ذا الحجر بيكون مصيره الهلاك. كانوا الفقهاء ورؤساء المتشفعين بغوا بيمسكونه لأنهم عرفوا إنه قال هذا المثل ضدهم، ولكنهم خافوا من الناس فراقبوا فرصة علشان يمسكون مولانا عيسى عليه السلام بكلمة ليسلموا إلى الحاكم الروماني وسلطته. فأرسلوا إليه جواسيس يتظاهرون أنهم أتقياء، فقالوا: يا معلم، نحن نعرفك إنك تتكلم وتعلم بصدق، هل واجب علينا نحن عباد الله أن نقدم الجزية للملك قيصر الروماني المحتل؟
فقال لهم روونا قطعة دينار روماني. لمن الصورة والاسم اللي فيها؟ فقالوا لقيصر. فقال مولانا عيسى اعطوا قيصر حقه واعطوا الله حقه. فما قدروا الفقهاء يمسكونه ولا بكلمة قدام الناس، فتعجبوا من جوابه وسكتوا. وجاءوا بعض من جماعة الصدوقيين وهم ما يؤمنون بقيامة الأموات، فقالوا يا معلم النبي موسى عطى نحن ذي الوصية وقال إذا مات رجل متزوج وما عنده عيال فيتزوج أخوه الأرملة علشان يجيب عيال لأخوه الميت. لنقول يا معلم الرجل اللي مات عنده 6 أخوان فتزوج الأرملة أخوه الأول ومات وما جاب عيال، فتزوج الأرملة أخوه الثاني ولكن مات أيضا وما خلف عيال، وتزوج الأرملة أخوه الثالث والرابع، وهكذا تزوجوها كلهم وماتوا وما جابوا عيال منها، وبعدين ماتت الأرملة بعدهم بدون عيال. فقل لنا يا معلم إذا كان حقيقي فيه بعث أموات كما تقول، تكون حق من الأرملة من 7 الأخوان في ذلك اليوم؟ فقال لهم الناس في ذي الدنيا يتزوجون ويزوجون فيخلفون، ولكن مستحقين حياة الخلود وقيامة الأموات لا يتزوجون ولا يزوجون هناك، لأنهم كما الملائكة ما يموتون. حتى النبي موسى نفسه وضح لنا أن الأموات يقومون لما جاء إلى شجرة النار عند جبل سيناء. قال الرب أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، برغم هم ماتوا زمان جدا، كما هكذا هو إله الأحياء وما هو إله الأموات، وكل أولياء الله الصالحين أحياء عند الله الرحيم. فقال بعض الفقهاء أحسنت الجواب يا معلم، وقال كيف تقولون إن المسيح هو وريث عرش الملك داود؟ النبي داود نفسه يقول في كتاب الله الزبور قال الله لمولاي المسيح اجلس على يميني لما نخضع أعدائك تحت رجليك. الملك داود من ذي الآية يقول أن المسيح مولاي، فكيف يكون المسيح ابن داود ومولاي في نفس الوقت؟ يا أتباعي انتبهوا من الفقهاء، هم دائما يمشون بثياب طويلة ضخمة ويحبون سلام الناس باحترام في الأسواق، ولكنهم يغشون الأرامل ويشلون أموالهم، وبعدين يروحون يصلون صلاة طويلة قدام الناس علشان يتشوفون لهم. ذيلا حكم الله عليهم بعقاب شديد،